لقاء مثيرا، لقاء كبيرا، لقاء نعم في الجهه اليسرى امير العنباري امجد عطوان شركو كريم تعود عمانيه، عادت مره اخرى ابعاد عراقي فقط الذي ياتي من اي ارضيه الملعب، رميه هذا امير العنباري لاعب جامسية الأغبري يحاول بتمريرة والكرة تعود إلى أمير العماري، رمية جانبية لمصلحة المنتخب العراقي. العراق في المكان الذي يتواجد من خلاله إبراهيم مخيري، هذه الكرة الآن محاولة مرور عادت من أمير العماري. مواجهة العراق تجاوزت العنابي بهدفين لهدف والمنتخب ذلك في خليجي 18. كرة الآن تبعد إلى خارج أرضية الملعب، لا خطر، نعم أول ربع ساعة ما فيها خطر، هي الكتيبة العراقية كرة في الجهة اليمنى أرضية عمانية لكن أيضا تبعد إلى خارج أرضية الميدان. 20 بخماسية نظيفة سجلها المنتخب العراقي أمام شقيق المنتخب اليمني، هذه كرة الآن أيمن لم يتعامل معها بالصورة الجيدة ولذلك خلينا نشوف سلاح اليمن. هذه كرة الآن تأتي أمير يلعب الكرة العالية الخطيرة لمصلحة العراق، محاولة موجودة وبايش يحاول ومطالبة بركل، يحاول أحمد يلعب الكرة الأمامية وبعدت وصلت ليعب القلب بالروح 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 بين هلك وأحبابك، تريد أن تقدم من خلالها ما تشعر من خلاله، هي مشاعر، هي مشاعر تأتي وتترجم على أرضية الميدان. هذه كرة أمجد عطوان لاعب الشمال يتواجد في ملعب المنتخب العماني، شوف ما في فرصة، ما تطلع من ملعبك، كن دائم في ملعب الخصم، هذا كلام خيسوس ويطبق ما بعد الهدف. عادة الفريق اللي يسجل ها يرجع يدافع يحاول ينظم، لا العراق كرة في الجهة اليمنى من جميل يلعب الكرة الأمامية، تدخل الدفاعي والكرة التي لا زالت لمصلحة الخميسي، يحاول يمتلك طول قامة بنية جسمانية، عندك عصام الصبحي اليسرى خبين، هذه الكرة الآن تعود أمير 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 راقي أمير، وين بها؟ لا زيد ما عادها عدل، أعطوني بها علي فايز، وصلت إلى حسين علي، عادت الآن أيمن حسين يمتلك قوة بدنية كبيرة جدا ولذلك رأى أنه فهمي ما يقدر عليه غير فهمي، ما يجيب له غير في اللقاء عن طريق أيمن حسين، يعيدها إلى أمير العماري يتدخل والكرة من حارب أمير العماري، لعيب أمير ممتاز أمير، روباكس وكرة عمانية الآن محاولة من صلاح اليحيائي، التدخل الذي يأتي من أمير العماري، هذا أمير، برافو أمير، في تدخل كان جميل جدا من أمام صلاح، وهنا لدينا شركو كريم ولن يقبل ربما اللقاء، هذه كرة تلعب أمامية أمجد عطوان، تدخل إلى بايش، كرة أمامية من أمير العماري يلعب الكرة الطويلة، كرة وصلت في الجهة اليسرى عن طريق صلاح اليحيائي، محاولة أرضية من صلاح جميل اليحمدي، إحسان علي برأسية وصلت إلى أمير العماري، تحولت مباراة كبيرة جدا في الحالات الدفاعية، يظهر دائما وأبدا هذا أمير العماري بنقل أمامية، السلام من أمجد لو وهو أسلوب بلا شك يحبذ المنتخب العراقي، يبيها هادئ، يبي الأمور هادئ، وصلت عادت لأمير العماري، يمرر محمد علي إلى أمير، تحولت في الجهة اليسرى تريد إسماعيل في الجهة اليسرى إحسين أمير العماري، العماري مر، العماري عنده الكرة، العماري يتدخل، العماري وخطأ عراقي، لا والله، قال لا ما فيها شيء، السيد استيفان كوفاكس، قال له ترى ما فيها شيء أمير، هذا القرار، ستنتهي بهدف مقابل لا شيء، هذه الكرة تصل في منتصف ملعب اللقاء، ولدينا صافرة حكم المباراة يعلن عن وجود ما بين المنتخبين، هنا التدخل نعم خطأ يأتي لأمير صلاح والكرة أبعدت عادت عراقية، أمجد عطوان يمرر بشكل ممتاز إلى حسين علي، نقلة عراقية أخرى في عملية إبعاد الكرة، هذا ورغام في المنتصف بصدر أمير، قلت لهم هم معطينا أريحية خلينا نمرر الكرات، وهذا ما يفعل أصبحنا نلعب في الدقيقة 80 أصبحنا نلعب في الدقيقة 80 مشاهدينا متابعينا عبر قنواتي الكاس الرياضية. جلال حسن
هذه تلعب من عمر محمد. الدوري الكويتي عندما كان علي فايز مع القادسية، هذه لدينا الكرة الآن تلعب، الكرة من أمير العنباري، علي خطيرة رأسية، تدخل الذي يأتي من محمد المسلمي، تعود مرة أخرى في الجهة اليمنى، عرضية تحول، تلعب للمنتخب العماني، خليجي 25 عراقية، لأنه هذه الكرة الآن تلعب عالية رأسية تحولت وابعدت من دفاعات المنتخب العماني. هذا أرشد إلى جميل، يتدخل أمير، والكرة هسه ريوان جاي من الشمال ده يلعب معنا، ها جاي من الشمال يلعب مع العراق من خلال هذه المباراة، يغادر أمير، وكان أميرا في هذه المواجهة، هذا ريوان.